لا، حقيقة يجب أن أختلف معك بقوة. إيران ليس لديها جيش أقوى من إسرائيل، لديهم عدد سكان أكبر من إسرائيل، ولكن الجيش الإسرائيلي متقدم أكثر بكثير وأقوى بكثير من الجيش الإيراني. إيران لديها جيش قوي دون شك، ولكن الجيش الإسرائيلي على مستوى آخر فيما يتعلق بالأسلحة المتقدمة وتدريبه وتاريخه من النجاحات في المعارك في الإقليم. وبالتالي فيجب أن أختلف معك هنا بأن إيران لديها جيش أقوى من إسرائيل. ما تملكه إيران هي أذرع، وأنا وأنت أحمد قد تناقشنا في ذلك مسبقا، تحدثنا عن الحوثيين في اليمن، حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وأيضا حزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى العديد من الميليشيات الشيعية في العراق وفي سوريا. ما نجحت به إيران هو أن تحيط أو تحاصر إسرائيل بحلقة من النار. أذرع إيران تحيط بإسرائيل، وهم مزودون بعشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الصواريخ، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية يمكن استخدامها ضد إسرائيل، وهذه هي استراتيجيتهم. وبالتالي فإن إيران قد أصبحت عدوا أقوى في وجه إسرائيل بسبب أذرعها، لأن إسرائيل لا تقاتل فقط الحشد الشعبي وإيران والنظام، بل تقاتل كل أذرعها.